الأصحاح الثاني عشر. وفي تلك الأيام مر يسوع في السبت وسط الحقول، فجاع تلاميذه، فأخذوا يقطفون السنبل ويأكلون. فلما رآهم الفريسيون قالوا ليسوع: انظر، تلاميذك يعملون ما لا يحل في السبت. فأجابهم يسوع: أما قرأتم ما عمل داود عندما جاع هو ورجاله؟ كيف دخل بيت الله، وكيف أكلوا خبز القربان، وأكله لا يحل لهم بل للكهنة وحدهم؟ أو ما قرأتم في شريعة موسى أن الكهنة في السبت ينتهكون حرمة السبت في الهيكل ولا لوم عليهم؟ أقول لكم هنا من هو أعظم من الهيكل. ولو فهمتم معنى هذه الآية أريد رحمة لا ذبيحة لما حكمتم على من لا لوم عليه، فابن الإنسان هو سيد السبت. وذهب من هناك إلى مجمعهم، فوجد رجلا يده يابسة، فسألوه ليتهموه: أيحل الشفاء في السبت؟ فأجابهم يسوع: من منكم له خروف واحد ووقع في حفرة يوم السبت لا يمسكه ويخرجه؟ والإنسان كم هو أفضل من الخروف؟ لذلك يحل عمل الخير في السبت. وقال يسوع للرجل: مد يدك. فمدها فعادت صحيحة مثل اليد الأخرى. فخرج الفريسيون وتشاوروا ليقتلوا يسوع. فلما علم يسوع انصرف من هناك، وتبعه جمهور كبير، فشفى جميع مرضاهم، وأمرهم أن لا يخبروا أحدا عنه، ليتم ما قال النبي إشعيا: ها هو فتاي الذي اخترته، حبيبي الذي به رضيت، سأفيض روحي عليه فيعلن للشعوب إرادتي. لا يخاصم ولا يصيح، وفي الشوارع لا يسمع أحد صوته. قصبة مردودة لا يكسر، وشعلة ذابلة لا يطفئ، يثابر حتى تنتصر إرادتي وعلى اسمه رجاء الشعوب. وجاء بعض الناس إلى يسوع برجل أعمى أخرس فيه شيطان، فشفى يسوع الرجل حتى تكلم وأبصر. فتعجب الجموع كلهم وتساءلوا: أما هذا ابن داود؟ وسمع الفريسيون كلامهم فقالوا: هو يطرد الشياطين ببعل زابول رئيس الشياطين. وعرف يسوع أفكارهم فقال لهم: كل مملكة تنقسم تخرب، وكل مدينة أو عائلة تنقسم لا تثبت. وإن كان الشيطان يطرد الشيطان فيكون انقسم، فكيف تثبت مملكته؟ وإن كنت ببعل زبول أطرد الشياطين، فبمن يطرده أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. وأما إذا كنت بروح الله أطرد الشياطين، فملكوت الله حل بينكم. كيف يقدر أحد أن يدخل بيت رجل قوي ويسرق أمتعته إلا إذا قيد هذا الرجل القوي أولا ثم أخذ ينهب بيته؟ من لا يكون معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يبدد. لذلك أقول لكم كل خطيئة وتجديف يغفر للناس، وأما التجديف على الروح القدس فلن يغفر لهم. ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له، لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة. اجعلوا الشجرة جيدة تحمل ثمرا جيدا، واجعلوا الشجرة رديئة تحمل ثمرا رديئا، فالشجرة يدل عليها ثمرها. يا أولاد الأفاعي، كيف يمكنكم أن تقولوا كلاما صالحا وأنتم أشرار؟ لأن من فيض القلب ينطق اللسان. الإنسان الصالح من كنزه الصالح يخرج ما هو صالح، والإنسان الشرير من كنزه الشرير يخرج ما هو شرير. أقول لكم كل كلمة فارغة يقولها الناس يحاسبون عليها يوم الدين. لأنك بكلامك تبرر وبكلامك تدان.
وقال له بعض معلمي الشريعة والفريسيين: يا معلم، نريد أن نرى منك آية. فأجابهم: جيل شرير فاسق يطلب آية، ولن يكون له سوى آية النبي يونان. فكما بقي يونان 3 أيام بلياليها في بطن الحوت، كذلك يبقى ابن الإنسان 3 أيام بلياليها في جوف الأرض. أهل نينوى سيقومون يوم الحساب مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا عندما سمعوا إنذار يونان، وهنا الآن أعظم من يونان. وملكة الجنوب ستقوم يوم الحساب مع هذا الجيل وتحكم عليه، لأنها جاءت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهنا الآن أعظم من سليمان. إذا خرج الروح النجس من إنسان، هام في الصحارى يطلب الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه. فيرجع ويجده خاليا نظيفا مرتبا، فيذهب ويجيء بسبعة أرواح أخبث منه، فتدخل وتسكن فيه، فتكون حال ذلك الإنسان في آخرها أسوأ من حاله في أولها، وهكذا يكون مصير هذا الجيل الشرير. وبينما يسوع يكلم الجموع، جاءت أمه وإخوته ووقفوا في خارج الدار يطلبون أن يكلموه. فقال له أحد الحاضرين: أمك وأخوتك واقفون في خارج الدار يريدون أن يكلموك. فأجابه يسوع: من هي أمي ومن هم إخوتي؟ وأشار بيده إلى تلاميذه وقال: هؤلاء هم أمي وإخوتي، لأن من يعمل بمشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي.